ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول الكاتب الصحفي أحمد كامل. أهلا بك. يعني لفتنا أحد عناوين المقالات وهو صورة أمريكا عربيا التي اختلفت بحكم التطورات السياسية وموقف واشنطن منها. برأيك بأي عين يجب النظر إليها الآن وعلى أي أساس؟ والله أنا شخصيا أراها الآن في حالة استقالة من العالم. الدور الأمريكي يعني يدعو إلى الشفقة أحيانا، يمضي أشهر في بحث هل ما تم استخدامه في سوريا أسلحة كيماوية أو لا، ثم يقول إذا ثبت أنها أسلحة كيماوية فسوف تتغير قواعد اللعبة ولا تتغير قواعد اللعبة. ثم الآن نسمع بأنه يدرس الإدارة الأمريكية، تدرس هل ما جرى في مصر هو انقلاب أم لا. يعني شيء مضحك إلى حد كبير ويدعو للأسى إلى حد كبير. عندما أردنا للمرة الأولى أن تتدخل أمريكا في شؤوننا، تتدخل بمعنى دعم الحق، بمعنى دعم الديمقراطية، بمعنى دعم أو الانحياز إلى القيم التي تزعم لأنها قيمها، وهي داخليا فعلا قيمها. عندما لمرة واحدة في حياتنا أردنا من أمريكا أن تقوم بشيء، لا تقوم بأي شيء، وهي تتفرج على أوضاع خطيرة. وهذا التفرج يعني وهذا الامتناع عن الفعل يصل إلى مرحلة التواطؤ، وأحيانا يعني هو أسوأ من الفعل. أيضا يبدو واضحا ازدواجية المعايير، هي تدعم الديمقراطية في بلد عربي معين ولكنه لا تدعمه في بلد آخر، أليس كذلك؟ واضح تماما، واضح تماما أنها سياسة انتقائية، وأنها أنه لا يوجد خط واحد مستقيم، وإنما كل حالة تدرس بحالتها ووفق مصالح أمريكية ضيقة، وأحيانا وفق ليس مصالح أمريكية وإنما مصالح انتخابية. أعتقد أن دافع الرئيس الأمريكي الحالي هو مجرد استطلاعات الرأي ورأي الأمريكيين به، هذا كل ما يدفعه للتصرف، وهذا في السياسة هذه كارثة. طيب يجب أن يتخذ القرارات حتى ولو لم تكن شعبية. هل هناك دروس للسوريين ينبغي الاستفادة منها مما حصل في مصر برأيك، وبالذات تجربة الإسلام السياسي؟ يعني إلى أي مدى يمكن الاستفادة؟ والله أنا يعني خايف من انعكاسات سلبية مما جرى في مصر. أنا مع الديمقراطية إلى أقصى درجة، لست مؤيدا على الإطلاق للمشروع الإسلامي، ولكن هذا المشروع كان يجب أن يأخذ فرصته الكاملة لكي نحكم عليه فيما بعد هل نجح أم فشل. الآن هذه التجربة أجهضت، أوقفت، والتطور الطبيعي الديمقراطي أوقف في مصر، هذا أمر سيء وأرجو أن لا يحصل في سوريا. يجب أن يتمسك السوريون بالمبدأ الديمقراطي ومبدأ سلمية الوصول إلى السلطة ومبدأ تداول السلطة عبر صناديق الاقتراع. وربما التجربة المصرية لم تنتهي حتى نأخذ منها العبرة، ربما تنتهي التجربة المصرية، وهذا ما أأمله، إلى تأكيد القيم الديمقراطية وأن اللجوء إلى أساليب أخرى. طيب سيد أحمد، غير صناديق الاقتراع لن يحل المشاكل وإنما سوف يفاقمها. نعم، بعدما تعرضت موجة الإسلام السياسي لنظرة الفشل ربما أو الانكسار تحت وطأة الفشل في السياسات الداخلية والعربية، إلى أين سيذهبون؟ ما هي اتجاهاتهم؟ يعني هل من خيارات لديهم تعيدهم إلى المشهد السياسي لاحقا؟ والله أنا أعتقد بأن الانقلاب الذي حصل في مصر أنقذ المشروع الإسلامي. لو ترك الأخوان المسلمون يحكمون مصر وتنتهي التجربة بعد عدة سنوات، ليس بعد سنة واحدة، سنة واحدة أبدا ليست كافية للحكم على التجربة. لو أن الرئيس المصري منح الأربع سنوات وانتهت الأربع سنوات بفشل، وهي كانت تسير نحو فشل ذريع، لو ترك لكانت تلك تعتبر نهاية أو هزيمة ساحقة أو فشل كبير للمشروع الإسلامي في مصر وفي كل المنطقة. أما الآن فالانقلاب في مصر أنقذ المشروع الإسلامي وحوله إلى مظلوم، كما قال الكاتب الكبير حازم صابية، منحه صفة المظلومية وتعاطف بعض الناس. والتطور الطبيعي، التطور الديمقراطي الطبيعي تم توقيفه، وهذا أمر سيء. طيب سيد أحمد، طالعنا أيضا مقالة الكاتب حازم نهار، تحدث فيه عن المشاكل التي يعاني منها العرب بشأن مفهوم الحوار بعيدا عن ردود الفعل السلبية.
في أي خلاف من الآراء على الأقل، برأيك ما دور ذلك إذا أردنا الحكم على مجريات الأمور حالياً في عدة دول عربية ليس فقط سوريا؟ نعم، هناك مشكلة حقيقية في الحوار، وهناك في مشكلة حقيقية، في هناك استقطاب شديد، وهناك يعني لا يوجد جسور ما بين المواقف وما بين الأفكار، ولا يوجد مفهوم التسوية. التسوية هي أساس الديمقراطية، في الديمقراطية لا تحصل على كل ما تريد، وإنما كل يوم تجري تسويات مع أشقائك في الوطن وأشقائك في حتى في السياسة، من يشاركونك العمل السياسي. وهذا متأخر، ما زال عندنا، ما زال طفولي، ما زلنا نعتقد بأن السياسة هي المطالبة، هي المطالبة والمطالبة والمطالبة، وهذا غير صحيح على الإطلاق. نعم. في السياسة أطالب بما أريد، بمطالبي، بحقوقي المشروعة، ولكنني أقوم بتسويات مع شركائي في الوطن كل يوم وبشكل مستمر وأسمعهم، وهذا ما لم يفعله الإخوان المسلمون في مصر للأسف الشديد. فهموا أن السياسة هي الحصول على الأغلبية ثم تفعل كل ما تريد، وهذا كان خطأ أوصل مصر إلى المستوى السيء الذي وصلته. والطرف الآخر، المعارضة المصرية، أيضا كانت تعاني من نفس المشكلة وربما أكثر من ذلك. سيد، سؤال أخير عن حزب البعث، برأيك هل ينجح في مهمته الأخيرة المتمثلة في تسليم سوريا أو جزء منها إلى إيران؟ يعني إذا أردنا النظر إلى شعارات وأدبيات حزب البعث العربي الاشتراكي وما أفرزه الواقع عندما حكم، استخدم في تخريب سوريا واستخدم أيضا في تخريب العراق لاحقا ووصله إلى ما أوصل إليه، برأيك هل ينجح في مهمته الأخيرة في تسليم البلاد إلى إيران؟ في ثقافتنا الشعبية نقول لا يجوز على الميت إلا الرحمة، أما حزب البعث فهو الميت الذي لا تجوز عليه حتى الرحمة. حزب البعث ميت ولا تجوز عليه لا رحمة ولا شيء، لأنه أفسد كل شيء وهو الآن خارج اللعبة. كلمة البعث الآن مجرد كلمة قادمة من المتاحف، يعني لا يوجد حقيقة شيء اسمه حزب البعث، لا يوجد شيء اسمه عقيدة حزب البعث. القرار الوحيد الآن في سوريا هو بأيدي الأجهزة الأمنية ومجموعة صغيرة من الأشخاص تقوم باتفاقات مع دول أجنبية، مع إيران ومع حزب الله ومع روسيا. الجانب الوطني فيها غائب كلياً، المصلحة الوطنية غائبة كليا، ولا يوجد شيء اسمه حزب البعث، هو مجرد اسم فارغ من المضمون، مجرد شاهد على قبر لا يستحق الرحمة. نعم، الكاتب الصحفي أحمد كامل كنت معنا عبر الهاتف من اسطنبول، وقد علقت على أبرز مقالات الصحف العربية والأجنبية، شكرا جزيلا لك.